نبداو على بركة الله. أول حاجة درت هنايا الملحة، غادي ندير البيض، صافي. غادي ندير الزيت، كلشي تشي غادي نديرو في طبقة وحدة، وغادي نجمعها بالماء. نسيت ما قلت لكمش الماء. صافي، هاد السميتة كتجي كيجيو بنانين، راه الوليدات عندكم في الدار غادي يعجبوهم، بقاو ديما يقولوا لكم ماما صيبوا صيبوا لينا هاد المولحات، راه غزالين تبارك الله. صافي، غادي نخدم بالزبدة هي وهاد البيض والزيت، ورجع بعد ما ميلونجيت الزبدة هي وهاد كل العناصر اللي عندي، دابا غادي ندير خمالة ديال الحلوى. صافي، غادي نبدا نزيد في الدقيق. المهم هنا عندي كيلو ديال الدقيق، صافي غادي نجمع العجينة ونرجع معاكم. المهم هاي العجينة كيف ما شفتو جمعتها، نسيت ما قلت لكمش نسيت راه المهم انا درت كاس ونص ديال الماء، كاس ونص ديال الماء نسيت ما ذكرتهاش في المقادير، فوليا راني تالفة شي شوية. صافي، دابا غنشد العجينة ديالي غادي نقسمها على ربع، ندير هنا غندير ربعة النكهات، يعني باش ديرو حتى خمسة ديرو، المهم انا غندير غير ربعة براك. دابا ندير هنايا صافي، غادي نخليهم يرتاحوا ليا حتى نوجد كل وحده، وغادي ندير ليها النكهه ديالها ونرجع معكم. المهم ها هو الشكل الاول، غادي ندير فيه هاد القرعه ديال البسطيله ديال الحوت، كتجي زوينه. مهم معلقه كبيره. صافي، غادي ندير هنايا، غادي نركبه بهاد البودره ديال الثومه غير شويه. صافي، غادي ندير شويه الموطار، هذا كاين تقريبا جوج معالق صغار. صافي، غادي ندخل هذا الشيء في العجينه هكايا. اللي بغى اللون يدير هذاك الملون، ملوين ديال الزعفران. المهم ها هو الشكل الاول، راه درت ليه الملون باش عطانا هذا اللون الاصفر. صافي، دابا غادي نجمعوه هنايا ونخليه حتى ندير النكهات العجينه كامله اللي عندي، عاد باش نرجع نخدمها. المهم هاد العجينه الثانيه غادي نشدها، غادي نديرها هكا حرابل، ومن بعد غادي ندوزها في الجنجلان وغنديرها في المجمد باش من بعد عاد باش نقطع ورجع. المهم دابا ها هما يحل البلاد ديولي بعد ما حربلتهم، دابا غناخذ الجنجلان فيني هكا. صافي، غندير لهم خلطيهم باش يلصقوا ليا في الجنجلان. صافي، دابا نكمل هاد الشي كامل عندي ونرجع معاكم. صافي، هما هاد لي بوده لي درت قيقسات. المهم دابا غادي ندخلهم المجمد يتكون جلاو ليا، ومن بعد نخرجهم ونقطعهم ونرجع معاكم باش تشوفوا العجينة الأخرى حتى هي التنسيمة اللي غندير ليها. دابا غادي ندوزو الشكل التالت ديال العجين. المهم أنا درت هنا معلقة كبيرة ديال الشونية الحارة، اللي بغى يدير معلقه ديال الهريسه يديرها بحال بحال، انا ما عنديش مع الهريسه بزاف، كندير شويه احسن.
صافي. وغادي ندير معلقه ديال التحميره صافي. وغادي نزيد هذه المعلقه ديال المطار، كيجي زوين يعني، كيعجبني المطار في العجينه كيجي كبنان صافي. غادي نخدمها ونرجع معكم. فيها هي العجينه ديالي الحاره، ما نعاودش ليكم نكلاها غادي تجي حاره نيت صافي. غادي نخليها في نحطها شويه في الثلاجه ترتاح ونرجع معكم باش نكمل معكم العجينه اللي بقات لي. بقات لي غير وحيده ندير لها النكهه ديالها صافي ونبدا نخدم فيها صافي. دابا غندوز العجينه الاخيره ديالي بقات عندي، غادي ندير فيها الزعتر. ها هو الزعتر، حلقه كبيره ديال الزعتر وغادي ندير معاه هذا الفرماج، فرماج محكوك. الزعتر كيجي زوين، كيجي بحال مذاق ديال البيتزا. هادشي اللي غادي ندير في العجينه، غنخدمها ونرجع معاكم. المهم هاد العجينه اللي شديتها سرحتها بحال هكايا، دابا غادي ندير فيها الزيتون هكا مطحون الوسط هكا، غادي نسرحو بحال هكايا هكا باش يجينا نكهة الزيتون. صافي صافي، غادي نشد غادي نلوي بحال هكايا، هاشتو واش كيبان معايا غادي نلوي غير جوج لويات صافي. وغادي غادي نقطع بهادي صافي. وغادي نخليه بحال هكايا حتى نكمل هذا الشيء كامل، نلويه ونحطه نلويه ونحطه حتى نرجع حتى نكمل كامل ونرجع معاكم. المهم ها هما الحريبلات جمعتهم، دابا غنشد السكين وغادي ندوزو بحال هكا في الدقيق وغادي نقطعهم بحال هكا دوائر صافي. غادي يجوني على هذا الشكل صافي، غادي نكملهم كاملين ونرجع معاكم. دابا خرجت هاد العجين اللي لونها اصفر، دابا خليتها هنايا سرحتها فوق هاد البارتي صافي، درت فوق منها هكا هاد بلاستيك باش ما تلصقش ليا صافي. دابا غادي نقادها مزيان نقادها ورجع معاكم باش نوريكم كيفاش غادي ندير لها التقطاع ديالها صافي. هاي العجينه بعد ما سرحتها غادي نحيد لها هاد الكوتيات هادو هكايا صافي باش تجيني مقاده صافي. نحتفظ بهادي حتى نعاود نستعملها كاين واحد الشويه، المهم خاصها تكون العجينه رقيقه حيت انا غنخليها هنا غادي نقلبها في هادي صافي. غادي ندير ليها بحال هكا وانا غنمشي لها هكا ونرجع معاكم.
هاي العجينه بعد ما قديتها هزيتها وحطيتها في هذه اللاطه. المهم هذوك الكوطيش راهو معايا، غنشدهم ونقطعهم ونديرهم هنايا باش شي حاجه ما تضيع. نكملهم دابا، ندوز العجينه الاخرى ونجمعهم. صافي هذه العجينه اللي درت فيها الصوص الحارها، دابا انا غادي نسرحها هنايا ونقاد ليها الكوطيات صافي، نبدا نقطع فيها ونرجع. وين تكون رقيقه العجينه ما تكونش غليظه. صافي دابا كملت هاد الشكيين، هذا ديال اللي فيه اللحار. دابا جبت هاد اللي بودا من الثلاجه، دابا غادي نقطعهم دواور ونديرهم في اللاطه صافي، وندخلهم يطيبوا في الفران كاملين فقيتو وحده، ونرجع معكم الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال المملحات اللي وجدت معكم اليوم، كنتمنى انهم يعجبوكم. صراحه راه كيجيو زوينين ولذادين، ومهم عندهم نكهات مختلفين. راكم عارفين اللوز والكركاع ضروري، حنا المغاربه معروفين بهذا الشيء دائما في العواشر كيكون عندنا. ومبروك عواشركم، والله يدخل عليكم الصحه والسلامه وطول العمر وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. وبسلام عليكم، تلاقاو مره اخرى في فيديو اخر. مع السلامه.